يعني انت لما بتلعب الفرق الكبيره فرق المقدمه دايما تبقى عامل كل الحسابات يعني، ودايما بيخسروا بالسيناريو ده، عدم توفيق طبعا لفرقه نادي الزمالك في الفرص اللي اتيحت ليهم، وفي نفس الوقت رغم الفرص القليله اللي لينا لكن لما تجي لك واحده تقدر تجيبها جون وتقدر تحافظ ويحصل كمان حاله طرد واللعيبه تقدر تتماسك في الملعب رغم كل الاسماء الكبيره اللي موجوده في الملعب حتى بعد التغييرات. فانا بشكر اللعيبه على المجهود العالي اللي اتبذل على قد التعب، الحمد لله ربنا كرمنا المباراه الثانيه على التوالي. الماتش بالنسبه لنا كان على شوطين مهمين جدا، الشوطين كانوا اهم من بعض، الشوط الاولاني ما يجيش فينا جون، التنظيم الحمد لله كان كويس، لعبنا من على نص الملعب كويس جدا، لعبنا على الهجمه المرتده على سرعه حسان وميدو. كان في بعض الاخطاء لكن الحمد لله مع بدايه الشوط الثاني احرزنا الهدف، ضغط اكتر على نادي الزمالك لان الفرقه الكبيره دايما اللي بيدور على الثلاثه بونت لما بيعدي 45 دقيقه بيبقى متسرع اكتر يعني، الجون كان بدري بالنسبه لنا في اول خمس ست دقائق تقريبا جبنا الجون، فالزمالك كان العصبيه اكتر والتسرع اكتر في اللعب ان هو يوصل للجون، قدرنا الحمد لله ان احنا نتماسك كويس. كابتن عماد فكرت ازاي بعد حاله الطرد؟ والله هو الحمد لله ان احنا عامل حسابي من البدايه ان احنا بنلعب بثلاث سوبرات في الملعب، معتصم واسلام ابو سلام مع فاروق. دخلت رامبو كان لسه نازل يلعب على شيكابالا، الاثنين لسه نازلين يقدر عندهم حيويه، شيكابالا برده نازل النهارده عنده حماس وعنده روح ان هو يلعب ويساعد فريقه، لكن رامبو نزل في المكان ده الحمد لله اشتغل كويس، رجع رامبو رجعنا لورا اكتر يعني، هو الطرد يعني ادى حماس للعيبه اكتر، ادى دوافع للعيبه اكتر ان هي تحافظ على المكسب، وزي ما بقول لك والله هو التوفيق وعدم التوفيق ده من عند ربنا سبحانه وتعالى يعني، احنا كان عندنا اخلاص الحمد لله في الفتره اللي فاتت. ربنا كرمنا الحمد لله المباراه الثانيه، اتمنى ان احنا نكمل، بشكر كل جمهور الشرقيه اللي بيدعمنا، بشكر النائب احمد فؤاد ابازا، بشكر رئيس النادي الدكتور حمدي مرزوق وكل اعضاء مجلس الاداره اللي ورانا وكل الناس اللي بتحب النادي يعني، احنا شغالين بكل امانه واخلاص ان احنا نحاول نسعد جمهور نادي الشرقيه ان احنا نقدر نقعد في الدوري الممتاز، انا عارف ان الموضوع صعب. بعد فوزك على المقاولين وايضا فوزك النهارده على الزمالك، هل انت ولاعبين قادرين على مواصله المشوار وبقاء الشرقيه ولا الامور صعبه؟ لا والله انا بشوف ان الامور صعبه على كل الفرق يعني، كل المستويات كلها قريبه، الدور الثاني مختلف. كان بدايه الشغل وكلامنا مع الناس في فتره التوقف اللي حصلت في خلال الشهر اشتغلنا فيها الحمد لله بشكل كويس. التوفيق اللي يجيب لك ماتشين صعبين زي المقاولين والزمالك، خاصه النهارده كمان الزمالك، وتاخد 6 بونت ما خدتهمش من اول الدوري، ده اخلاص اللعيبه وحب اللعيبه لبعض والتزام اللعيبه، اتمنى ان ربنا يدوم نعم علينا ان شاء الله، لكن الموضوع صعب على كل الفرق اللي موجوده تحت، احنا داخلين النهارده بنزاحم الناس، احنا كنا بعيد كان عندك 8 بونت من 5 ايام بس، النهارده الحمد لله بقى عندك 14 بونت تقدر تنافس مع المجموعه الموجوده مع التعدين واسوان وطنطا والداخليه، الموضوع بقى يعني صعب، زي ما صعب علينا صعب على الفرقه الثانيه، لان كل ماتشات الدور الثاني كلها صعبه يعني. ايه اللي هتقوله لعيبتك بعد فوزك على نادي الزمالك؟ احنا يمكن متفقين مع بعض على معظم الكلام حتى بعد مباراه المقاولين، كل ما بنكون الحمد لله يعني قريبين من بعض بنشتغل باخلاص وبنحب بعض، كل ما ربنا هيكرمنا حتى في المواقف الصعبه، النهارده في كورتين في العرض، اجوان لو في اي ظروف ثانيه سهل ان انت يطلع ماتش تعادل، تطلع خسران وانت بتلعب نادي كبير زي نادي الزمالك.